السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على القناة مرة أخرى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال إن شاء الله. كما كتشوفوا الفيديو اليوم غنشارك معكم الفرحة ديالي، وصل لي الكود أدسنس وبغيت نشارك معكم بواحد التورتة ديال أدسنس وسي على شكل ظرف ديال أدسنس. صراحة 10 دولار وصلت، أنا تفعلت لي قناة في الراس شهر ديال 11، وصراحة 10 دولار وصلتها في 9 في الشهر بالضبط. صيفطوا لي الايميل وقالوا لي صيفطنا لك برا من 9 في الشهر، عاد وصلت لي البارح البرا ولي البارح وصلت لي لحسب يوم الاربعاء، الاربعاء وصلت لي البرا. صيفطوا لي الايميل نهار 9 بالضبط، قالوا لي صيفطنا لك النمره الكود، ونهار الاربعاء عاد وصلت لي. فرحانه بزاف، بغيت نشارك معكم هاد الفرحه ديالي، وشارك عدلت واحد التورته على شكل جوجل ادسنس وبغيت نشاركها معكم. كما كتشوفوا جات هائله، صراحه جات متقونه كما كتشوفوا، غير اللي عصبني هو جوجل ادسنس فكحل، هذيك عصبتني شويه الخاطر كخصك معاها. وكما كتشوفوا من داخل عتجوزوا معايا المقادير بطريقه التحضير باش تعرفوها باش معدله. عندنا 100 غرام السكر، 100 غرام زبده على درجه حراره المطبخ، 100 غرام ديال اللوز بقشور ديالو مطحون، 100 غرام ديال اللوز بودره، 50 غرام ديال مايسينا، 4 ديال البيضات على درجه حراره المطبخ، واحد ساشيه الخميره ديال 8 غرام مغرفه فانيلا ما كانش متوفر، الصبري ديال السكر فانيليا، واحد قبيصه ديال الملح طبعا هذيك. ونقولوا انا هنايا ما خدمتش بالماكينه حيت عندي 100 غرام زبده اللي عملتها في الماكينه كبيره بزاف، ما عت يعني عتعطل وما تخدم حيت 100 غرام شتيتو بزاف الزبده، عاد بغيت نعملها غير صغيره كما شتو الطرطه يعني صغيره. عملت الزبده والسكر خدمتهم غير بالخباط اليدوي بلا ماكينه بلا حتى شي حاجه، وصافي بديت كنعمل البيضه وحده بوحده وانا كنخدم بالخباط اليدوي حتى سالي ديك البيضات كاملين. عندي الفران كيسخن على 180 درجه من فوق ومن تحت، ملي غنجي نعمل الجينواس في الفرن عاد غنخلي الفران غير من تحت ب 180 درجه. صافي ونعملو هنايا ديك اللوز بودره واللوز اللي طحناه، انا اللوز كان عندي بالقشور بكل شيء طحنتو، مسحتو مزيان من الغبره وطحنتو. صافي بعد ما كنخلطو مزيان، عندي هنا واحد المول اللي عملتلو الكاغي ديال الفرن كما كتشوفوا. العجين كيكون هيدا قاصح حيتاش كيكون فيه يعني الزبده كتكون بوماده يعني كتكون على درجه حراره المطبخ، داكشي كيجي العجين هيدا قاصح شويه. كنحاولوا نعوضوا هيدا العجين ديالنا ديال الجينواز ونعملوه في الفرن كما قلت لكم 180 درجه، العافيه غير من تحت تابت كتحمر غتحلي طلا من فوق. صراحه الجينواز هذا جا هائل، بغيت تعدلو غير دابا بوحدو وترشلو في بنو اللوز، اللوز إفيلي وتقطعه وترش عليه السكر كلاسي كيجي هائل، واحد جينواز هائل بزاف. هنايا غادي نعمل هاد عملت السكر يتعسل، يلا بدا يتعسل، طيحت عليه شويه الكركاع شويه اللوز، كان عندي هذا في الرطيمات غير شويه شويه وخليته يتعسل مزيان مع بعضيته. هاد الطريقه هذه الصراحه عطات واحد النكهه للطرطه هائله، جات غزاله بزاف. بعد ما تعسلو كما كتشوفوا تعسلو مزيان، عندكم بوب في ديك الكاغي ديال الفرن اللي عندي موجود، كبيتو مباشره في داك الكاغي ديال الفرن باش يبرد دغيا كيبرد. انا ما فرقتهمش على بعضهم لا حتى شي حاجه حيت انا غنطحنو كاملين بهم مع بعضيتهم، غنخليهم يبردو ها هما فينهم. بعد ما بردو غنهرسهم ونطحنو في الماكينه مزيان حتى يبدا يتعلق داكشي من بعضيتهم. هاد الخليط هذا تقدر تعملو في الحلوى، في بزاف الحاجات تقدر تعملو فيه، صراحة فيه واحد المذاق مزيون بزاف. هاديك الخلطة ديال الكركاع واللوز معسلين كطحنهم كيجي واحد المذاق هائل فيه. أنا عملت شوية في الكريمة وغنعمل في التعميرة ديال التورتة. بالنسبة للكريمة غنعمل هنايا 250 غرام ديال الماسكربوني، بالنسبة لهاد الكريمة هادي أنا شرطت لي منها هاد القياس هذا. عندي هنا اللوز بودرة يعني مطحون اللي طحنته انا بيدي بالقشور ديالو كلشي، عملت غير شويه يعني ما عبرتو ما والو غير شويه بواحد 100 غرام، وشويه ديال السكر 100 غرام السكر وفانيليا وخلطتهم مزيان، عاد غنعمل كريمه. بعد ما عملت كريمه غنطلعهم في الماكينه مزيان. هنايا قبل ما يطلعوا مره زدت لهم شويه داك الخليط اللي عملت
ديال الكركاع واللوز اللي عسلت، عاد خليتهم يطلعوا مزيان. هذا هو الخليط ديالنا اللي عمرو به الطورطه، جات واحد كريمه هائله واحد المذاق فيها غزال بزاف. عملته في ديك الجيب الحلواني، عملته في النبيره باش تعقد مزيان، ونقوزو نعدلو الجينواز ديالنا. هذا هو الجينواز، غنقسمو في النص كما كتشوفوا من داخل كيف جات هائله واحد المذاق فيها غزال بزاف. ديك الفاني مع اللوز كيجي مذاق مزيون بزاف. وهذا الكيك هذا يعني هذا الجينواز يقدر صراحه بالنسبه للسيلياكوس، سيلياكوس هما الناس اللي ما كيقدروش ياكلوا الطحين، يعني عندي فيه غير مايزينا 50 غرام مايزينا والباقي ديال اللوز. صافي كنقادو بداك الجينواز، كنحيد ديك الزوائد اللي الحاشيه جات عليها، ونحاولوا نقددوهم مزيان مع بعضيتهم. صراحة أنا هاد الجينواز قيسته وقطعته وقيسته عجبني بزاف المذاق ديالو. تقدر هاي داك ملي تعملو فران ترش عليه فوق منو اللوز إيفيلي كما قلتكم قبل، وملي طيب تعملو واحد الرشة خفيفة السكر كلاسي هائل بزاف، تنزلو هيدا الضيوف ديالك شي كوتي ولا نفطور علاش لا. كتشوفو من داخل كيف جا هائل بزاف. وتقدر كاع ما تفزكوشي اللي بغيتي تعمل طرطا، أنا فزكتو واحد شويه بالسيرو كان عندي معدل في النبيرة، غير شويه تفزيك عملتلو حيت هو اصلا كيكون بحال اللي فازك. هذا اللي عملته انا بزاف في التوتو، راني ما غنسيبوش، من بعد نعملو شويه ديال النوتيلا ونكورو نفندو في الشوكولات، وها هما بونبونيس عندك واجدين. نقوزو نعمرو الطرطه ديالنا، نعملو شويه ديال الكريمه، ونعملو الطبقه الاولى ديال الجينواز فزكتها بواحد شويه ديال السيرو، وغنعملو الكريمه ديالنا كما كتشوفو واحد الطبقه رقيقه. بالنسبه للتورته هذه صغيره، يعني حقا جاتني الف الاخر جاتني عاليه، ما كنتش غنعملها عاليه حيت على حسب على شكل الظرف، يعني ما خصش تكون عاليه. بالنسبه للتورته ديال الفوندان من الاحسن دائما كيكونوا عاليين، كيجي المنظر فيهم غزال. قد ما عملتي التورته عاليه ديال الفوندان كتقد ما كتجي مزيونه، غير شنو هذه على حسب الظرف ما كاش خصها تكون عاليه. وبالنسبه حتى التورته اللي كتكون على شكل كتاب هي ما كتكونش عاليه، اولا شي قميجه هايده كتعدل هيدا شي كوزينيرو أو لا شي تشاف هيدا أو لا شي حاجة فورمة ديال القميجة طرطة على فورمة القميجة هي مكتكونش عالية بزاف. أو في اللخر أنا كنت غنحاول نعمل رقيقة، ساعة استغلت الجينواز كامل عملته وجات عالية وجا المنظر ديالها مزيون بزاف، والمذاق كتحمق جات. هاد الخلطة هادي ديال هاد اللوز مع ديك الكريمة مع ديك اللوز اللي عسلت مع كركاع، كما كتشوفوا كنعمل كريمه شويه ونعمل واحد الطبقه ديال ديك اللوز والكركاع اللي معسلين مطحونين، عاد كنعاود طبقه اخرى رقيقه ديال الكريمه. صافي كنبقى نعاودو حتى سالو الطبقه ديالنا كاملين. هذا كنبقاو مع الطورطه ديالنا حتى كنساليوها كامله. طاحت لي هاد الفكره هذه، قلت علاش لا من يوصل الكود ادسنس نعدل واحد الطرطه على شكل ظرف ونشارك معكم، علاش لا نشارك معكم الفرحه ديالي. فرحت ملي يوصل الكود، صراحه كنت تعطل شويه من نهار تعود صيفطولي. ودابا ان شاء الله نجوزو للمرحله الاخيره اللي هي 80 دولار، وعلى الله ما طولش علينا بزاف. 10 دورة ما تعطلتيش صراحة، أنا تبعتي قناة في الأول شهر وتسعود الشهر كنت كملت شي 18 دولار وصيفطولي الإيميل بأن صيفطولي الكود، وفرحت بزاف غير تعطى شوية عاد وصل الكود وصافي. دابا الحمد لله زودنا عليه هاد الكود وكتبقى داك 80 دولار، وإن شاء الله نكونوا مع اللي باقي ما وصلش الكود، إن شاء الله يا ربي يوصل الكود وتجوز الأمور كاملة مزيانة إن شاء الله يا ربي. ناكل وحدة صافي، انا كنقصو نقدو فيها قدتها مزيان، وغنعملها في كريمه فغنعملها في النبيله عفوا تعقد وتشبر راسها، وغنغطيها بكريمه الزبده. هذه ما صورتش معكم حيت السباق اللي سبق لي عملتها معكم الزبده عاديه على درجه حراره المطبخ، عملتها بسكر كلاسي طحنت يعني خدمتها مزيان في الماكينه مع فانيلا حتى كترجع بيضه كما كتشوفوا. والزبده دائما كنقول لكم خاصها تكون من النوع الجيد، ماشي اي زبده تقدر تعدل بها الكريمه هذه. انا عملت واحد الطبقه الاولانيه اللي هي رقيقه ديال الزبده، كنحاول نفينيها مزيان الطبقه الاولى، واخا ما تفينيهاش مزيان ماشي مشكل، حتى كتعملها في النبيره تعقد ديك الزبده وتشبر راسها باش كتزيد تسهل عليك الامور، تسهل عليك الخدمه ملي كتعقد
وتبقى راسها في النبيرة كتسهل لك الخدمة باش تفينيها مزيان. صافي عمقوا عليها هيدا غير شوية شوية عنفينيها ونعملوها في النبيرة. هنا عنقوزو نعدلو داك ديك فيتشا ديال ادسنس سهلة. كعندي زعما فوندات صفر كيما كتشوفو قطعتك الفورما ديال ادسنس. عدل داك الصفر الاولاني عاد باش نعمل الزرق حيت الزرق ناقص على الصفر. هيدا باش كيجيو مقادين قد بعضهم. كما كتشوفوا قطعت واحد الجهه باش هيدا كتوز العبر ويجيك نيشان مع بعضيتو بحال اللي عملت معكم في الطرطه ديال البارشا. شبرت النص ديالها وقسمته في النص وصافي. هذه هي الطريقه يعني سهله ما تما والو. في التهدي اسهل ما يكون وضروري نعملوا دي طي واخا يكون صغير بزاف. هذيك السكينه كما كنعرفوا ديال اتيس كتكون عوجه شويه. صافي نبقاو معاها تنساليوها كامله. هذه ديال جوجل ادسنس عملت انا ديك الحروف اللي كيكونوا في كيكس كنعملوهم هيدا في الصابلي هما اللي نعمل بهم جوجل ادسنس. صافي غادي هنا بعد ما بردت لي التورته غادي نعمل طبقه اخرى باش نفينيها مزيان. ملي كتبرد في النبيره الصراحه كتسهل لي الامور ودغيا كنفينيوها. صافي هنا كنبقاو صطعتكم عارف. صافي صافي وما صفا والو سمحوا لي. صافي عم قبض ديك سباتول هيدا. بالنسبه لهاد سباتول استيتو استعملت انا هذاك الصغير حيت الطرطه كما كتشوفوا معايا صغيره ماشي ما عملتش طرطه كبيره. ما هي صغيره بزاف ما هي كبيره بزاف معوطه. تشوفوا الطرطه في ناس مزيان. بالنسبه للتورته ديال فوندان كما شفتوا معايا هنايا انا مدخل عمرتها بكريمه ومع على ورا عملت لها الزبده حيت الفوندان ما كيتحملش الا غطيتي الطرطه بكريمه وتعمل فوق منها فوندان راه كيذوب ويطيح كامل داك الفوندان ويطيح كيذوب الفوندان كيذوب بحال تقول في الزكته الماء. عملتها في النبيره تعقدت وتبرصها مزيان على بين من حنا انا نطلق الفوندان ديالي ابيض. هنايا كي الفوندان بعد ما نطلقوه يعني حنا ملي كنكونوا نطلقوه كيبقى يجيو هذا فيه شي ضريبات اولا شي تكميشه اولا شي حاجه. ملي نجيو نعملوا في الطرطه دائما خصنا نشوفوا الجهه اللي هي سامبل يعني معوطه ما فيها لا ضريبه. الجهه اللي هي معوطه اختار يعني ما تكون فيها لا ضريبه لا تكميشه لا حتى شي حاجه هي اللي نعملوا في وجهه الطرطه. كما كتشوفوا عملت واحد الرشه خفيفه ديال الميسينا وجدت الطرطه قدامي ولويت الفوندان على مطلق باش كيسهل لينا هيدا الهزه ديالو ما كيوقع له حتى شي حاجه. وفي الغشه ديال الطرطه دائما كنبداو من فوق وحنا هوادين بداك سباتول هيدا كنقدو فيها من فوق حنا كنهبطو من تحت. الجوانب ديالها كنشبرهم باليدي حتى نقدد مزيان الطرطه عنقطع داك الكبير الكبير عاد نبقى نقصص فيها ونزول الزوائد. سمحوا لي هنا نقطع عقب الموس داك الكبير الكبير عاد نبقى مقدد فيها كما قلتكم. غنزول داك الحوشيات اللي كبار العجين باش ما يتقلناش على الطرطه ديالنا. صافي ونحيدو داك العجين الكبير ودابا عاد نبداو نقصو فيها مزيان في الطرطه ديالنا. نبقاو نقدو فيها ونشوفو العجين السكر الا كان باقي زايد نقطعه بالموس ويخلي كنتكيو عليه بالموس يدخل بحال اللي كندخلوه لداخل الطرطه ديالنا. وبداك سباتول هذا كيسهل الامور هيدا بالنسبه للطرطه بحال هيدا. كنتكي هذيك الجوانب بيدي مبعطيتهم هيدا. الضريبه الاخرى اللي غادي نعملهم هي تقطيع هذا المقاس باش كيجي كما كتشوفوا المقاس كبير باش كتجي تقطيعها معاوطه ومقدده. كنعطيها تقطيعها واحده بالمقاس هيدا باش كدي مقاده التربيعه ديالها كتجي مقاده. هنايا باش كنعملوا داك التربيعه ديال الطرطه اي طرطه بغينا نعملوها مربعه كنهزوا واحد السباتول اخر صغير ونعملوه من فوق وياخر من الجنب ودائما كنضربوا من تحت لفوق من عند السباتول. كنتكيو عند السباتول ديك اللي تشيلين عندي فوق الطرطه بهذاك البيض كنتكي عليها من تحت لفوق كنجبد من فوق باش هيدا باش ديك السكينات كيتعوضوا كيتربعوا وكيجيو مقادين. هاد الفيتشا هادي ادسنس غنلصقوها بجلوكوز واحد شويه دجلوكوز مات في الوسط ونقدوها نحاول نعملوها في الوسط
قدوها كما كتشوفوا هيدا بواحد الموس ولا مسطره باش ما كان صافي. نحاولوا نقدوها. وهنايا ديك الحروف عندي معدلين تما جوجل ادسنس. انا بغيت نعمل بينتورا كحله يعني الكولور كحل في الحروف ونعملها هيدا. كما كتشوفوا الليترا يعني جات خصتو تحت منا. نحاولوا نقدوها بحال هي في البرا. انا بغيت نعمل تينتا في زعما الكولور في داك الحروف ما كلصقش مزيان الكولور. اذا غير شمت داك الشمت اللي حكيت عليها مزيان بفوندال وشبرت بروتشا هذيك اللقطه ما تصورت لي شيء بروتشا وبنترت بحال اللي كنرسم. عذبتني شويه ولكن هذه هي النتيجه. هذا هو الفيديو اليوم اللي بغيت نشارك معكم الفرحه ديالي ديال جوجل ادسنس ديال الكود والطورطه جات هائله بزاف. بالنسبه لهاد الخليط ديال الكريمه اللي عملته جينواز كيجي مزيون بزاف. كنشكركم الناس اللي شجعوني. كنشكر بزاف الناس اللي شجعوني والناس اللي عاونوني كاملين والتعليقات ديالكم اللي كتخلوني كتزيد تشجعني. هنا وريتكم بالاسم ديالي هاجر سوسي. صراحه كتشجعوني بزاف التعليقات ديالكم باش وصلنا لهذا الشيء هذا بالتشجيعات ديالكم. وان شاء الله نزيدو نقدم وان شاء الله باذن الله نوصلوا على الشله. غنوريكم التورته من داخل نقطعها معكم باش تشوفوها من داخل. عززت عليا ما جيت نقطعها صراحه نخليها ديكور ونتصور معها ونشوفها صافي. ولكن جات غزاله بزاف المذاق ديالها جات هائله. غنقطع معكم التريبه تشوفوها من داخل المنظر ديالها. جات بالطبقات ديال ديك الجينواز يعني الجينواز باللوز وداك التعميره ديال اللوز وكركاع جات مزيونه بزاف. ديك الخلطه جات مزيونه مع الفاني كما كنعرفوا الفاني يعني مع اللوز كيجي غزال. وجات الرطبه معلكه يعني من داخل. المهم بالنسبه للفوندان انا ما كيعجبني الصراحه كنزولو ما كناكلوشي. وهذه هي التورته كيف ما كتشوفوا من داخل. كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايك واللي باقي ما شاركش في القناه يشترك باش يوصلوا الجديد. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات اللي كتخلوا لي وعلى التشجيع ديالكم. بالتشجيع ديالكم باذن الله وصلنا لهنا هنا وان شاء الله باذن الله غادي نوصلوا ان شاء الله. وكل وحده ان شاء الله اللي بقى ما وصلش هذا الكود كنتمنى لهم كل القاد ديالي يوصل الكود في اقرب وقت وان شاء الله ونجوزوا من القدام على 80 دولار. كنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله.